وساعات ساعات 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 أحب عمري وعشق الحاجات وساعات ساعات 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 أحب عمري. يا سلام يا أختي، النبي فكرتيني معالي وكمي محسن اللي انا عشته حبيبتي، ربنا يخرجهولك بالسلامه يا رب. يا رب يا اختي. انا هعمل شاي. خليك انت، انا هعملهولك حبيبتي. لا يا اختي انا هعمله، ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شويه. ماشي. جوزك نام؟ لا صاحي في اوضته ممدد على السرير. شيل الحله دي رجعيها ورا. يا راجل انا بعمل شاي، صب لك. اه هو الحاجات قال لك. اه عارفه يا بيت انت طلعتي جدعه. ليه بقى؟ الواد ما خرجش من يوم الصباحيه غير يومين تلات. يا اختي اسكتي، قعدته في البيت ده بدل ما يخرج للقرديش بتوعه. النبي عندك حق، بس انت عارفه بقى ايه اللي عاجبني؟ ومنخشش بنافوخي كده. ايه بقى؟ انه بيخاف منك. راشد بيخاف على زعل يا فتون، مش بيخاف مني. يا جامد انت يا حاج. زي ما بقولك كده. بس انت كنت تفتكر ان راشد بيحبك الحب ده كله يا بيه؟ تصدقي لا، انا قلت اشوف معاه سواد مر، بس الحمد لله ربك خلاه في الظنون وطلع طيب وحنين. انت ما كنتيش مدياله فرصه يا اختي، ده انت كل ما يقرب منك كنت بتهبشيه. ربنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتون. عندك حق يا شو الله. فين يا جدعان الشاي؟ ايه لا شاي ولا غدا؟ هفضل واقف زي قرد قطع كده. عايزه فلوس. عايزه قد ايه وليه؟ عايزه 500 جنيه اشتري 3 فرخات و3 كيلو لحمه ومكرونه ورز وكده. ولا اقول لك اجيب فرخه وكيلو لحمه على ما تشوف لك شغلانه. لا خد الفلوس اللي انت عايزاها، ان شاء الله تشتري 10 كيلو لحمه. الو سيد الناس. اه يا عم اعمل عريس براحتي. قول لي. لا انا كان شويه حد حبيبي من الاسم قال لي ان المباحث هنا عليا اليومين دول. اه والله. طب انا جاي لك دلوقتي. يلا سلام. انت نازل؟ اه يعني مشوار في السريع كده وجاي. وفي السريع ليه يا اخويا؟ ما انت مبلط بقالك اسبوعين، ما تخليها في البطيء. قرأ ايه يا فتون مالك؟ مالي انت وهو؟ ادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلانه اللي هيشتغلها. انا عارف ان انا مش هخلص منك ومن لساني. عزوم ايه تلقيح الكلام ده؟ ما هو قال لك خد الفلوس اللي انت عايزاها، بتبرطمي كتير ليه؟ ده وليه؟ وهي مش هتسكت اصلا. اتفضل. الله. يا بسم الله ما شاء الله، ده انت شكلك معكم. بقول لك ايه، الراجل اللي هشتغل معاه جه وشكلي هبدا من بكره ان شاء الله. طب الحمد لله يا رب، بفضل الله. انا نازله معاك، استنى لما اكل اللقمه دي واخش اغير هدومي ونازله معاك. روحي تجيبي حاجتك وترجعي. انا رايحه الغينو. خليها هي اللي تجيلك. جرى ايه يا راجل انت؟ هو انا عليا حكم ولا عليا مراقبه؟ مالكوا فيكوا ايه؟ الله في ايه يا فتون؟ هو قال لك ايه؟ بيقول لك جيبيها تقعد معاكي هنا. لا انت عارفه ان غنوه دي مش مظبوطه وانا ما بستريح لهاش. يا سلام يا اخويا، وكنت بتستريح لها قوي لما رحت قعدت عندها 3 ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك؟ ده ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ خلاص يا فتون، خلي غنوه تيجي تقعد معاكي هنا، وهو راشد نازل يعني هتاخدوا راحتكم على الاخر. لا انا هنزل بقى
وبعدين احنا بنروح فين؟ ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا. الله، انا ما بعملش يا اخويا حاجه غلط. وبعدين تسمعني بقى، انا ليا راجل، هو صحيح في السجن بس هو اللي يحكم ويتحكم فيا، مفهوم؟ انا رايحه الزياره بعد بكره، هتيجي ولا مش هتيجي؟ جاي. طب حذر كده من وشي. قرف. نسيت الفلوس. عد ابو فتون على غنوه على اليوم اللي شفتكوا فيه. معلش يا راشد، ما تزعلش من فتون، هي بس حاسه ان دنيتها وقفت بعد ما علي اتسجن، وبعدين دي ملهاش غيرنا واحنا برضو لازم نراعيها شويه. نراعيها بس ما تقرطسنيش. لا تقرطسك بقى ايه، برضو مفيش الكلام ده، هي بس بتنفس على نفسها شويه مع غنوه، يقعدوا في كوفي يرخوا مش اكتر. انت بتحكي على نفسك ولا عليا؟ انت اكتر واحده في الدنيا عارفه اختك وعارفه دماغها، وغنوه دي تشبه الشارع بحاله. انا بقول لك عشان ما تزعليش مني، لو صرت على اللي في دماغها هاخدك ونمشي من هنا، وهطلع على جوزها اقول له ان انا خليت مسؤوليتي منها. لا يا اخويا ما توصلش للدرجات دي برضو. انا بقول لك عشان ما ترجعش تعيط. حاضر حاضر، انا هقول لها انزل انت بس الشغلانه اللي انت رايحها دي عشان تعرف تظبطها. ما تقلقيش. بقول لك ايه يا راشد، انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجه. حاجه واحده بس. براحت راحتك يا باشا. طب عينيا. يا سلام. لا كفايه كده حلوين. ربنا يخليك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. ايه يا ابني ده؟ انت محسسني ليه ان انا جاي اخطب؟ تخطب؟ كل ده وجاي تخطب؟ بتقولوا ايه؟ انا سامعاكوا. نورتوني. عارفين؟ انا بقعد لوحدي في البيت هنا بالاسبوع والثلاثة والشهر كمان لوحدي، ما بشوفش اي حد. اصل من ساعة مامي وبابي ما ماتوا وانا على طول قاعدة لوحدي، ما فيش حد بيزورني. الله يرحمه. كوكو، هو مش انا بابا ماما ولا ايه؟ طبعا، عشان كده جبت لكم الازازه الغاليه اللي عندي دي. امبورتد. امبورتد؟ المستورده يعني. امسك اشرب. بقول لك ايه؟ فين بقى؟ هو ايه ده اللي فين؟ الويسكي اهو والسجاير والمزه، عايزين ايه تاني؟ حبيبي ما يقصدش المزه، الراجل بيقول المزه. الحته اللي طلعت وهم باين عليها. لا مش وهم. ماشي يا بنت اللذينة. وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ ادخلي يلا. صاحبتي فتون. وصاحبتي انا كمان. انا مهند. وانا سمر يا حبيبي. اموت انا في العشق الممنوع. وانا احمد. وانا عايزه السيجاره دي يا اخويا.